وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من باريس السياسي العراقي الدكتور أمير المفرجي. أهلا ومرحبا بك دكتور أمير. بداية، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوجه الشكر لحكومة بغداد على عدم التزامها بالعقوبات الأمريكية ضد طهران. كيف ترون هذا التصريح؟ ألا ترون أن توريط الشعب العراقي الذي يمكن أن يواجه عقوبات يبت من هذا التصريح أو ينبع؟ مساء الخير. مساء النور، الخير. أهلا بك. تحياتي لكم ولمشاهدي قناة الرافدين. حياك الله. من الطبيعي أن ما يحدث الآن في العراق هو ليس ما خطط له من الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هناك عقوبات أمريكية واضحة على إيران وعلى اقتصاد إيران. إيران الآن وقعت في الفقر وتريد الخروج من هذا الفقر عن طريق حلفائها في العراق. ما يحدث، ما يعني أسباب زيارة روحاني إلى العراق، قد يكون لها هدفان. الأول هو كسب الوضع الداخلي الإيراني الذي أصبح يختنق من العقوبات الأمريكية والقول بأنهم هم المنقذين لمستقبل الشعب الإيراني، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الحرب السرية الموجودة بين زمرة خامنائي وحرسه اللاثوري وما يقال بالمعتدلين الذين يمثلهم روحاني ووزير خارجيته ظريف الذي يعرف بميوله مع الغرب وخصوصا مع بعض الشبكات الأمريكية. الهدف الثاني هو استعمال العراق، استعمال أحزاب إيران في العراق للخروج من مشكلة يعني العقوبات الأمريكية، وخصوصا بإنشاء جهاز مصرفي يسمح لإيران باستعمال اليورو والدينار العراقي عن طريق البنوك الإيرانية الموجودة في العراق. وما جرى ما قبل زيارة روحاني إلى بغداد من وجود لبعض المسؤولين الإيرانيين يعني رفيعي المستوى كنائب وزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير الخارجية ومسؤول البنك المركزي الإيراني يثبت بأن هناك اتفاقا لعمل شيء ما، وهذا ما سيصب في يعني عكس ما تريد الولايات المتحدة الأمريكية التي ستقوم بإقامة عقوبات على العراق إذا استعملت إيران العراق لأغراضها للخروج من هذه الورطة التي تكلمنا عنها. كيف تقرأون تصريح نائب قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي بأن بلاده صاحبة القوة في العراق؟ لا شك يجب أن نأخذ هذه العبارة من يعني من باب يعني الإعلان للافتخار على أنها قد دخلت إلى العراق وأصبحت موجودة داخل المؤسسات العراقية، ولكن يجب أن يعني أن نعرف بأن دخول إيران هو فقط عن طريق أحزابها، ولكن الشعب العراقي يعني يضمن لها الكثير من العداء ولا وجود لأي فكرة إيرانية في الضمير العراقي. المشكلة هي مشكلة إعلان يعني لإعلان قوة إيران في المنطقة، ولكن هذه القوة لا تتمثل في وجودها في العراق كبلد وشعب، ولكن عن طريق أحزابها التابعة لها والتابعة لأجندتها القومية التي هي قومية فارسية ليس لها أي يعني ليس لها أي يعني شيء يربطها بالحضارة العراقية التي كانت حضارة عراقية عربية عريقة. إذن هل نفهم من هذا الكلام أن ما يسمون بشركاء العملية السياسية يأتمرون بأمر حسين سلامي نائب قائد الحرس الثوري الإيراني ومن يقوده؟ شيء طبيعي. الأحزاب التي تمثل الميليشيات العراقية يعرفها العراقيون جيدا بأنها أحزاب تابعة لإيران، خصوصا الميليشيات التي أسسها قاسم سليماني مع بعض أتباعه من الأحزاب العراقية التي دخلت أخيرا إلى البرلمان، ولكنها في الحقيقة أحزاب ميليشاوية يعني مسلحة قد اضطهدت الكثير من العراقيين من خلال التفريق في 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 يعني مضمون الطائفية على أساس أنه في العراق هناك الشيعة والسنة. إذن هؤلاء هم الذين يعني تؤتمن بهم إيران، ولكن أنا في نظري يعني
الوضع العراقي لا يمثله هذه الأحزاب ولا تمثله يعني الجهات الإيرانية، لأنه في العراق هناك رد فعل وطني عميق سوف يظهر يعني في فترة ما لإثبات وجوده كشعب وكحضارة وتاريخ في المنطقة. إذن يعني في هذا السياق، هل تتوقع أن تقطع حكومة بغداد علاقاتها الاقتصادية بإيران تنفيذا للعقوبات الأمريكية التي فرضتها على طهران، أم أنها كما يقول باقر سولاغ أنها لن تفعل وستدفع أمريكا ثمن محاولاتها؟ هذه المشكلة يعني تدفعنا إلى قراءة ما سوف يحدث في العراق من مشاكل بين الحكومة العراقية التي جاءت بالسيد عادل عبد المهدي والأحزاب الإيرانية التي تريد تنفيذ الأجندة الإيرانية بحذافيرها يعني بنقاطها وإبقاء تبعية العراق لإيران. ولكن أنا في نظري وجود السيد عادل عبد المهدي سوف يكون على المحك، لا يستطيع رئيس الوزراء الحالي أن يخرج خارج نطاق الدائرة الأمريكية والغربية، ولو أن بعض الدول الغربية التي لها علاقة بالسيد عادل عبد المهدي في أوروبا تريد أن تخفف العقوبات على إيران، ولكن العامل الأكبر الذي طيب، سيدفع بالمشكلة في النهاية هو العامل الأمريكي الذي هو فقط له القوة في العراق في الوقت سؤالنا الحاضر. هنا، ما شكل الثمن الذي يمكن أن تدفعه أمريكا في العراق كما يهدد باقر جبر سولاغ؟ لا شيء، إن الولايات المتحدة الأمريكية لها من القوة ما تكفي لإزاحة هذه الميليشيات، وعندها ستكون يعني الساحة خالية من هذه القوى التي جاءت من إيران، لأن إيران نفسها تريد أن تخرج من العراق ولكن على شرط بقائها كنظام في إيران، لأن المشكلة بين أمريكا وإيران وكما صرح هل بها يمكن أن يتحول مؤخرا. العراق إلى ساحة مواجهة أمريكية إيرانية؟ أنا لا أعتقد، لأن إيران ليس لها القوة، ولكن إيران تدفع بتبعيتها في العراق، والتبعية في العراق تستغل هذا لبقائها في النظام العراقي الحالي. عبر سكايب السياسي العراقي من باريس الدكتور أمير المفرجي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.